جو بايدن أول قرارات وأول تحدي يواجهه في 100 يوم الأولى؟ هو يعني صرح قال ان اول حاجه هيعملها هيمضي على رجوع امريكا الى اتفاقيه المناخ. دي في حد ذاتها معناها ايه؟ معناها هدر استثمارات بمليارات الدولارات بل تريليونات الدولارات حصلت في الاربع سنين اللي فاتت، خلت امريكا نمره واحد في انتاج النفط. امريكا النهارده رقم واحد في المنتج للنفط في العالم. خلاص؟ دي واحد. اثنين، عاوز طبعا يعني يرضي الدول الخارجية وهيلغي بعض الدول اللي هو منع السفر منها من الولايات المتحدة الأمريكية. هو ما فيش منع سفر، هو التدقيق الأمن الكامل على اللي بيجوا من الدول دي. يعني دول الصومال مثلا فيها بلاوي بتحصل، أي حد يخش يدخله كده ولا دقق؟ اليمن، حد هيخش من اليمن؟ طبعا نضمن منين ده تبع يعني المتمردين ولا الحوثيين؟ يعني تدقيق أمني، لكن هي يعني سياسة فقط. خلاص. وطبعا السياسه الخارجيه، هو دلوقتي بدا تتضح بعض السياسات الخارجيه له في موضوع ايران، بدا يحصل نوع من التريث في التصريحات عن موضوع ايران، حتى ان السيد ويليام بيرنز اللي هو عينه مدير CIA ده كان في 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 مركز كارنيجي. مركز كارنيجي معروف طبعا ان هو تمويله من قطر، ومعروف ان هو يعني بيعادي الدوله المصريه وبيعادي الدول الشرق الاوسط حاجات كتير. ده مش مشكله. المشكله بالنسبه لي ان ويليام بارنز ده هو كان في فريق اوباما للاتفاق النووي. فطبعا الناس هتقول لك خلاص بقى ده هو كده هيساعد على رجوع امريكا للاتفاق النووي. لا، ويليام بارنز طلع كتاب من سنتين بينتقد فيه الاتفاق النووي، وبيقول فيه حاجتين طلبهم ترامب، ان لابد ان يكون هناك ضم مشروع تطوير الصواريخ الفلسطينيه للاتفاق، وعدم السيطره والهيمنه اللي بتعمله ايران في الاذرع العسكريه القذره اللي موجوده في الشرق الاوسط. دول حاجتين من اربع حاجات قالهم ترامب. ترامب زود عليهم مده الاتفاق لازم تكون اكتر من 10 سنين لا تكفي، وكمان يعني تفتيش كافه المنشات النوويه داخل ايران، حتى المنشآت العسكرية لإيران دايما بتتزرع بالسيادة. لا، ما تفتشوش. طب ما كل البلاوي هنا اللي انت في المكان العسكري ده، ما انت حاطط فيه كل البلاوي طبعا. فالنهارده ويليام بارنز اللي هو هيبقى يمسك CIA، الراجل عنده كتاب بينتقد فيه الاتفاق النووي. ده بيدينا انا مؤشر ان الاتفاق النووي مش هيروح زي ما الناس متخيلة، ان بايدن هيدي تسهيلات وهيشيل العقوبات. اعتقد انه هيستمر في العقوبات، بل هيتم تجديدها، واحتمالات كبيرة ان تحصل الضربة يعني اللي كنا منتظرينها من ترامب تحصل من بايدن. طبعا في حاجه تانية مهمه جدا نسيت اقولها لك في الاول. اتفضل. الاف بي اي بيحقق في تمويل خارجي للناس اللي اقتحموا الكونجرس من خلال عمله البيتكوين، العمله الرقميه. ما قالوش الدوله ايه، ولكن طبعا اصابع الاتهام بتشير الى ايران. وده اللي سبب ان البيتكوين الفتره اللي فاتت ارتفع كتير جدا. ان ايران بتستخدمه عشان تلتف مع العقوبات الامريكيه اللي موجوده. تخيل بقى تمويل للجماعات اللي اقتحمت. يبقى الراجل بريء من ان هو حرض على العنف، او ان هو انصاره كانوا يقتحموا الكونجرس. يبقى تم ادخال الناس دي الى اللي حصل يوم 6 يناير لالصاق التهمه بالرئيس دونالد ترامب. كل يوم بيبان ان في براءة جديدة للرئيس دونالد ترامب في هذا الموضوع. الموضوع ده في منتهى الخطورة، تمويل بمئات الملايين من الدولارات للجماعات اللي اقتحمت الكونجرس. الموضوع كبير يا جماعة. الطرف الثالث ما كانش بس عندنا في مصر، لا، الطرف الثالث موجود في امريكا. حلوة دي، كل حاجة موجودة في امريكا، الطرف الثالث. حلوة دي، مش حربانهم من حاجة. يوم الأربعاء إن شاء الله هنبقى، وتشرفنا إن شاء الله بعد إذن حضرتك إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم التنصيب كمان، وإيه اللي يحصل في الولايات المتحدة. معاكم مع جمهورك، لأنه كمان أنا بشكر حضرتك، توقعات حضرتك كلها من ساعة ما بنعمل مداخلات مع حضرتك كلها بتيجي ما